موعد النشرة الاقتصادية مباشرة من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. في المستهل ارتفعت أسعار النفط الأربعاء محاوضة بعض خسائر الجلسات السابقة، في وقت يستعد كبار المنتجين لمناقشة كيفية التعامل مع التهديد الذي يواجه الطلبة على الوقود بسبب المتحور الجديد. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.7% لتصل إلى 71.13 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.7% لتصل إلى 67.89 دولارا للبرميل. هذا وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك اليوم على الساعة 2 زوالا بتوقيت الجزائر تمهيدا لاجتماع حاسم لمجموعة أوبيك بلاس الخميس، وسيدرس المجتمعون عبر تقنية التحاضر المرئي إمكانية التوصل إلى صيغة معقدة تتعلق بمستوى إنتاجها لمطلع العام المقبل على وقع تحد من جانب الرئيس الأمريكي على مستوى العرض والمتحور الجديد لفيروس كورونا على صعيد الطلب. وتسود مواقف الحذر في تصريحات جل وزراء أعضاء التحالف النفطي بعد أن منيت أسعار الذهب الأسود بخسارة بلغت نسبتها 10% الأسبوع الماضي. وبخصوص هذا الاجتماع، أكد وزير الطاقة الجزائري أن أعضاء الكارتل سيدرسون احتمالات السوق وفق توصيات الخبراء واللجان الفنية على وقع التداعيات السلبية للانتشار السريع للمتحور الجديد. عرقاب وخلال ندوة صحفية عقدها على هامش مؤتمر ترويجي للاستثمار المنجمي في بلاده، ذكر أن أعضاء أوبيك والمنتجين المستقلين من خارج المنظمة حريصون على ضمان الإبقاء على الإمدادات التي تحقق التوازن للسوق النفطي بما يضمن فائدة المنتج والمستهلك على حد سواء. احنا رانا نحقوا يعني في كل الاعمال اللي رانا نقوم بها نتاكدوا من الامدادات السوق البتروليه، وكذلك اساسيات السوق البتروليه اللي هي سليمه الان، لان المتحور هذا الاخير اللي راه ينتشر بسرعه وخلى الدول الاوروبيه وغيرها تبدا تاخذ في اجراءات، فلهذا يكون يعني التاثير دائما اولي بالنسبه لهذا هذا التاثير بالنسبه للكوفيد هذا، وخاصه المتحور الاخير. فاحنا راح ان شاء الله يوم 2 ديسمبر عندنا اجتماع تاع الاوبيك والاوبيك بلس، وراح ندرسوا تقارير خبراء في المجال، وراح ناخذوا اجراءات لكي دائما نبقى في امدادات اللي تكون جيده بالنسبه للسوق، امدادات اللي تخلي ان السوق يسترجع التوازن تاعو، وكذلك اساسيات السوق يعني لي فوندامونتو دو مارشي لازم دائما تكون سليمه وتكون حسب المنتج والمستهلك لتوازن السوق. وفي رده على سؤال بخصوص اعتراضات إسبانية بشأن توقيع الجزائر تدفق الغاز نحو شبه الجزيرة الإيبيرية عبر الأراضي المغربية، أكد الوزير الجزائري أن بلاده وفية بالتزاماتها في ضمان الامتدادات الطاقوية. عرقاب اكتفى بالتأكيد أن العقد المبرم بين الجزائر وإسبانيا ملف تجاري محض، وأن بلاده ستضمن تدفق الغاز وبالكميات المتفق عليها مع الجانب الإسباني. الجزائر دائما عبر سوناتراك كانت دائما وفية بالتزاماتها، ودائما عندما توقع عقد أو تلتزم بتمديد الغاز أو البترول أو المواد المحروقات في كل مجالات هذه المجالات المحروقات، سوناتراك الجزائر دائما توفي بتعهداتها وتلتزم التزام تام بالكميات التعاقدية. فهذا نعطيك جواب صريح وبدون أي ديماغوجية أو أي يعني هذا العقد قضية بيزنس يعني ما بين شركة وشركة، وكذلك الجزائر من خلال وزارة الطاقة والمناجم تقف وراء هذه الالتزامات لتطبيقها تماما.
أكدت مجموعة سوناطراك الجزائرية أن الحريق الذي شب في مصفاة سكيكدا شرق البلاد لم يكن له أي تأثير على باقي وحدات مركب المعالجة والتكرير. بيان عن المجموعة أوضح أن المركب يجري استغلاله بشكل عادي، كما يبقى إمداد السوق المحلية بالمواد البترولية مضمونا دون أي تأثير. المصدر ذاته ذكر أن الحادثة خلف 9 جرحى في صفوف العمال، 6 منهم في حالة صحية جيدة عادوا إلى بيوتهم، ولا يزال 3 آخرون تحت المتابعة الطبية بالمصالح الاستشفائية، في حين نقل مصاب بحروق متفاوتة الخطورة إلى المستشفى الجامعي بالجزائر العاصمة. كشف وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب في تصريحات حصرية خاصة بها قناة الجزائر الدولية، كشف عن التوقيع على اتفاق الشراكة لتنفيذ مشروع عملاق لاستخراج وتحويل الفوسفات الخام بشرق البلاد شهر ديسمبر المقبل. مشروع ماشي حسب البرنامج ودراساته منتهية، وكذلك الشريك كذلك الآن رانا في الدراسات الأخيرة، وفي خلال الأسابيع هذه القادمة في شهر ديسمبر راح يكون له التوقيع على الشريك اللي راح يبدأ في استثمار هذا المنجم إن شاء الله. ويمثل المشروع أكبر استثمار صناعي مدمج في العالم بتكلفة إجمالية تعادل 15 مليار دولار، ومن شأنه إنتاج 10 ملايين طن من الفوسفات الخام. المشروع الذي ينتظر تنفيذه بشراكة صينية يمتد عبر 4 محافظات بأقصى شمال البلاد. التفاصيل مع نريمان حماني. بثالث أكبر احتياطي في العالم، الجزائر تطلق مشروعا ضخما لاستغلال الفوسفات، مشروع صناعي واعد بفرص هائلة يشمل جميع المهن والأنشطة ذات الصلة بالصناعة المنجمية، باستثمار إجمالي يعادل 15 مليار دولار. يمتد المشروع على 4 ولايات شرق البلاد، يبدأ من منجم ولاد الحدبة ببلدية بئر العاتر في ولاية تبسة، أكبر حقل للفوسفات الخام بالجزائر باحتياطي يتجاوز ملياري طن، ليتم نقل الكميات المستخرجة إلى منطقة وادي الكبريت بسوق هراس، المحطة الثانية في تحويل الفوسفات الخام في مركب للمعالجة بطاقة تعادل 5 ملايين طن سنويا من الأسمدة الفوسفورية، قبل الانتقال إلى المحطة الثالثة ضمن مسار تحويل الفوسفات لإنتاج 1.5 مليون طن من الأمونياك سنويا، وتشكيلة واسعة من الأسمدة الآزوتية بمنطقة حجر السود بولاية سكيكدا. عنابة ستكون المحطة الرابعة ضمن المشروع العملاق عبر تسويق المنتج النهائي محليا وتصديره. المشروع الذي ينتظر أن ينفذ بشراكة صينية سيمكن من إنتاج 10 ملايين طن من الفوسفات الخام، مع تسويق 6 ملايين طن من الفوسفات المحول سنويا، في استثمار يستهدف تنويع الاقتصاد المحلي وتطوير المناطق الحدودية. من جهته أعلن رئيس المدير العام للشركة الجزائرية للحديد والصلب أحمد بن عباس عصمة الجزائر رفع إنتاجها من الحديد إلى 12 مليون طن سنويا في آفاق 2025. اليوم ننتج في أكثر من 5 ملايين طن في السنة، وإن شاء الله من على سنتين ثلاثة أي في 2025 نوصل على الأقل ل 10 ملايين أو 12 مليون طن في السنة، وأكثر المنتجين يستوردوا في المادة الأولية اللي هو خام الحديد، باش نشوف كيفاش يعني نقلص من الاستيراد، والفرصة كاينة عن طريق غراج بيلات، هو المنجم الوحيد يعني اللي عنده طاقة كبيرة يقدر يلبي الطلب. بن عباس وفي تصريحات خاصة بها قناة الجزائر الدولية كشف عن تجاوز العراقيل التقنية التي تواجه استغلال حقل غارج بيلات أكبر المناجم مناجم الحديد الخام في العالم بالتعاون مع مخابر صينية وروسية.
احنا في عندنا المنجم يعني كميات ضخمه، الاستغلال تاعو سهل خاطر موجود على سطح الارض، ولكن فيه بعض المشاكل بالاخص تقنيه، هي النسبه المئويه للفوسفور، والفوسفور هو غير مرغوب فيه في صناعه الصلب، ولذلك احنا عملنا في الحقيقه مع مراكز دي سنتر دو ريشيرش شينوا اللي عندهم خبره كبيره ومدوا سنوات هما يخدموا في هذا الميدان، وعملنا مع مخابر يعني ابحاث روسيه، هذه اللي عندهم خبره وعندنا معاهم يعني تاريخ، ووصلنا اليوم النتيجة، عده نتائج، منها الشيء اللي اليوم رانا قدمناه هو منتوج يشبه لافيراي او الخرده، واللي يمكن يلبي يعني الطلبات نتاع باش نلبي الطلبات نتاع السوق الجزائريه، ويمكن نصدر منه، وهذا المنتوج هذا يمكن بفرن يعني فهر كهربائي نصنع مباشره الصلب. عرب سفير إيطاليا بالجزائر جوفاني بوغليسي عن رغبة بلاده دراسة إمكانية فتح خط بحري لنقل المسافرين بين البلدين. السفير الإيطالي وخلال لقاء جمعه بوزير النقل الجزائري عيسى بكاي أبدى نية بلاده توسيع التعاون الجوي بين البلدين نحو تسيير رحلات جوية مباشرة بين الطرفين مخصصة لنقل البضائع والشحن. تفاقمت حالة الخوف والقلق التي تخيم على فئات مهنية وشعبية واسعة في المغرب بإعلان الرباط إغلاق حدودها الجوية في الأسبوعين المقبلين، وزادت الهواجس من تكبد الأسواق خسائر باهظة في حال استمرار الإغلاق، إذ ستكون قطاعة التجارة والسياحة والطيران الأكثر تضررا من تفشي السلالة الجديدة. تقرير في السياق لعبد النور حفصاوي. لليوم الرابع على التوالي حالة القلق والخوف تسود جل الأسواق والقطاعات الاقتصادية في المغرب، قلق يلتبس بنوع من الخيبة من عودة المملكة لسياسة الإغلاق السريع في وقت انتظر فيه المغاربة تخفيف التدابير الاحترازية إثر تحسن الوضعية الوبائية. مخاوف متفاقمة من تكبد الأسواق خسائر باهظة في أعقاب استحواذ أوميكرون على صدارة الأخبار السلبية المتتالية بإغلاق المملكة لحدودها في الأسبوعين المقبلين أمام الملاحة الجوية، والخشية من استمرار إغلاق الطيران لفترة أطول مع تصاعد الإجراءات الاحترازية. قطاعة التجارة السياحة والطيران ستكون في فوهة شظايا المتحور الجديد، وهنا يرى الاتحاد العام للمقاولات والمهن أكبر كيان نقابي في المملكة أن حالة عدم اليقين التي يؤججها المتحور الجديد ستفضي حتما إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن البسيط. تداعيات فورية بدأت تبرز في تعطل القطاع السياحي المتعثر أصلا على مدار العامين الماضيين بإلغاء حجوزات الفنادق التي كانت تعول على عودة السياح في ديسمبر المقبل بمناسبة أعياد الميلاد لتعويض جزء من خسائرها. إغلاق المملكة لحدودها الجوية سيمتد ليشمل أيضا الرحلات البحرية لنقل المسافرين اعتبارا من الثلاثاء. حالة إغلاق شامل سيكون لها ارتدادات على النقاش الجاري في البرلمان المغربي حول مشروع موازنة العام المقبل الذي راهن على عودة الانتعاش، غير أن التطورات الأخيرة قد تفضي إلى دفع الحكومة للتعايش معها مع توقعات بتوسع عجز الميزانية الذي بلغ 48% من الناتج الداخلي الخام. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى الختام، نشكركم على المتابعة، في أمان الله.